عرفنا ان انت اخوها يا عسليه. معلش اختك مش هتعرف ترد عليك، اصلها فلساعت. كنسلت برضه. بقى شويه واكيد هتكلمك، يمكن تعمل حاجه. اتفضلي يا ستي. يا بنتي انا مش جايه الضيف، انا لازم اطير عشان عندي شغل بدري. هو انت كده دايما يا غاده؟ محدش يعرف يتهنى عليكي شويه؟ لا قولي لي يا غاده، هو انت ايه اللي مخليكي قلقانه على منار فجاه كده؟ مش غريبه دي؟ لا مش غريبه ولا حاجه، بس حلمت بيها حلم مش حلو خالص وقلقت عليها، كنت عايزه اطمن عليها يعني، بس انا معيش رقمها عشان اكلمها. انت بتكتبي يا غاده؟ عمر عنده حق. في ايه يا غاده؟ في ان حسام عايز يطمن عليها عشان كلمته النهارده. كلمته؟ جننت دي ولا ايه؟ ده لو زياد شم خبر هيطين عيشتها. يا ريت محدش يعرف الكلام ده. اوكي عمر، منار اختك بقت ابنورمال، بجد لازم تشوف لها حل. يا فعلا بقالها فتره مش طبيعيه، بس مش لدرجه اني اتكلم حسام. ما تتصوريش مكالمة النهاردة عملت فيا ايه؟ انت رجعتيني للحياة تاني يا منار. انا من غيرك كنت ميت طول السنين اللي فاتت. أنا محتاج أشوفك ضروري جدا، فلو سمحتي لما ظروفك تسمح إنك تكلميني أعملي كده فورا. باين إنك كنت مدوراها يا عسلية. طبعا ما أنت عايش على وش الفتة وأنت حاسة بحد. انت شايف الصوره دي؟ انا كنت عامله اللون الاحمر ده، عايزاك ترجعهولي زي ما كان، وهديك الفلوس اللي انت عايزها. ايوه بس ده هيحتاج شغل كتير. ما تشتغل يا اخوي، ما تشتغل، واحنا ورانا حاجه، انا قاعده معاك هنا للصبح. صوري ها؟ حلوه جدا. حلو. وعايزه ادهن اكلادور. اكلادور؟ اللي بتحط في الصوابع. ثانيه واحده.